إيمانك شيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرصي كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لوق القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، وحين نكبل بين آيات بقولي الله باطن وصورة التوبة. قال الله تعالى إلهي باوحد وما كان لأهل المدينة ما كان لأهل المدينة خير مدينة وما هبونا ومن حولهم من الأعراب يدد كهرير هذا مدينة دقنا هيربيجا وما هبونا أي تخلف عن رسول الله إن الرسول ككهران مركب دجال كوب بحيه ولا يرغبوا بأنفسهم إن نفته ذا على عن نفسه يجو نفتي سنذق نعية تحسنا وما هبونا مش ما قوت ذلك أرن تحس وحي كل من يسال الله فري بأنهم يجوا لا يصيبهم ضمأهم هرات مسوا قارو ولا نصبهم دالنا ما سو غارو ولا مخمصة غاتنا كما سو غارو في سبيل الله جهاد جدك حقا ولا يضعون اسمتاغان موضئا مال للك كبيدا يغيظ الكفار وقالد عرق لنيا ولا ينالون من عدو عدو نما سو غارسيان نيلا وحيا الله إلا هدى انت عمدون سميان كتبا وحا الله قرى اللهم يغا به وحا اي سميان دور كشيا عمل صالح عمل ونكسب الله قرى إن الله لا يضيع إلى هيم اللوميو أجر المحسنين سما فلياش أبا الكودة ولا ينفقون مبحيان مجاهدين تاس نفقة صغيرة وحيري بحيين ولا كبيرة إيا وحوين مدنا مبحيان ولا يقضعون واديا ميل دوحانا مجران وصعدكم مجران إلا هدى إنتن دبس ميان كتب اللهم وحلو قراء أجرقي أبا الكيوان أكسناء ليجزيهم الله سيلا هاي واباليو ما كانوا يعمل أحسن ما شيء كيو قونا أكبدناه كانوا يعملون أي هاين قوة سمعية سلاسيب رب سبحانه وتعالى بروالبا بشارة دي سولد دياري هاي وآيات داهورة وقفات كيدا وحكم دها تدك مؤمنين تايل هاي وحكو سوري رجلي إن رنت وقادان رنت وحادي هذا عجيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 10 كارو دنبايس شيء قال الله إلى رنتو ومما يعين العبد على التقوى صحة صحبة الصادقين في أقوالهم المخلصين في أفعالهم إنه قف كل صاحبها تتكون أكسن قول كودة يفعل كودة وكرر شيء قال إن الله صاحبته الله كعبسك وحيابها كاسع إذا كمت ما إلى هيك وحفر الله كعبسي بركاسها الدنوح يدي كدرما تتك رنت الشيعة مركب رولتها هاي آياتها قف لها كعب سنة تات بينالتها هاي عد كلاس كي يجي ساي إلهي سكما يجي سيدوك كعب سنة سيد رب سبحانه وتعالى كقيمة رنتوا إلا هذا هاي آيات آياتها رينوش اكتمر كان وقفات كذي دي بقول نقوله إنه وقت يقول نقول عاي وح لبعض تاسع بينها كعب ابن مالك أيها أست كعلى مدي أرنت أمرك وقصدي سكور رمي أيا وحور إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبة الله وحديث إلا صدقا ما بقيت حيابو إلى وحول هاي يقول نبت قلي يبو رنت أيو إلى هاي يقول نبت قلي وإن النبي قمر كويم وحول وحنا هاي أرتر رسول الله هذا ما أنت ضارا إن أكتا هذا ككع أنا جو أنت بالهاي وأنا كري كرامي أفبا إلى هاي وسيون إن عط كرب على هاي وفصاحد له مركين أنت وحسكو توس توسيو أيان كأكيع كرا أكتر يدقوان إعري سنين لكن ده تاوي حك دورت إنه إله إسقاق سبحانه وتعالى مركا كل كيد دنبيت وبدأ إله وكأقبل يقول لا يوحى كوكا عسناه خنتي النبي محمد الشيعي إنه إله يقبض بعدي سبحانه وتعالى وحنا توبضة إذا كملة أنت أن أدوك كنا على هين أنا بين دبشيلي وحيد وأنا الله كدعى وأروك جرمي من كان مع صادقين في الدنيا مخلصا كان معهم في الآخرة مخلصا أو مصاحبا لهم قفك الدنيا ذاتك رنت بضنك أجله الراعة كم الدولة
آخرنا ولا صح عادرة سد الله صاحب مركز سد عصيبة أخلاق ده وانا أحسن وصول شيء دي أساسيات كده الإسلام كوب بنائنا مركز أي نسكة إلى علينا بنته أما لقوا بيع مشتريه أما كرسي جامد احتمال لقوا فورة أما باسابور كلقوا رادين أيوه أما شقين كلقوا رادين أيوه شهادة بينها قادم باسابور بينها قادم كرسي بينها فولين ككل داد ذك بنت ويبحسب إنسان مركز سلفة تاعي ساعي بنتي نيجو حي مرة يسدد كين إلى مرتي إلى هذان ولا شيء وانقضاه قالوا توانا راستي وحاس كيجي ولا شيء إنه سدده دي يداه أن وحاس كيجي كدي بنمركو أطغى بين ميرن دبده وقليه أو بين ميرن كو آخره بلايا قلدي سو قلانا هين بوشيغانا حتى بوشيغانا يا قلدي أورنج ريس ما جينو سو ما عدد abla haye gaysu ma guurino waxay gowracaan ma cunno reer fulaan ayn ka weeyo kuwa abtirsimadoodi si wada qeydaya walaba kalar buu leeyahay laba qof weey laba shakhsiyadood buu leeyahay shakhsiyada halkan uu ku joogay mid uu gaal kula joogo beentaas oo dhan buu akhriyay gaalka laftiisuna uu ogyahay inuu been sheegayo oo ka xariifsan yahay isagaaba ka been badan ba deeglahay baabu been u sheegay gaalka laftiisu marka casharka uu qaybsay laakiin muxuu uga jeedaa uu bahdilaya وبهدلا يحول الدين تشجعنا يا وحنبا ككالتور كسول السداس ميا قرنا ولكن مركو استسجع أيوفا الكوسوق فيا يحول مارنت هذا بين بعض ناشك قل هذا ما ذهينا وحن سوء جاني إن الحفلة دي قبل كين نود بال دقيس بس أبو هذا يكوا ذا قراني مك إذا ما أبو قبلات كيني وأنا جا رجنا كوا سدوا دبال دقيس وسي في جاكي بنتي وعنا يا تاريخ هذا ديجا وحن وجانا قل هذا إن هذا لكن مرك قارك وقف كرهن تشجع way madaxay u ruuxana waxay dhaanay oo ni wanaagsan baatay in baa shalay wuxuu sheegay in ka igaba tagay buu wadanka ee wadamada Yurub mid kamid ah wuxuu u sheegay buu wixii jiray wuxuu ni anigu maanka xireerka iyagu ma qaxin balaayana ma qabaan way iska nabad qabaan way iska wanaagsan yihiin wadanka magaaladii ay deganayeen buu sheegay wax dhibaato ah ma jiraan ama ay aqbal ama ay diido anigu meeshiinana aan ima baasaboor soo doon suudaha ni wanaagsan baatay horey buu ka sii marka waxa weeye waxay sheegaysaa mustaqiyada qofka iyo kalsoonida ayay sheegaysaa marka kaba dhigayna amaan inuu baasaboorkoodi qaatay laakiin wuxuuna inu ka waramayna inuu sheegayna hata mid ku nacab hadaa runu sheegto wuxuu dareemayaa inaad isku kalsoon tahay waxa doonaysa uu ku fulin karaa umbay inuu ga jeedna marka inuu aayadkan dib ugu noqono ilaahay wuxuu ka xishoodsiinayaa ummadii reer madiina iyo cidii kaag dhawaydba سيداي سورة قالوا تيبا لأن ميدان حشوني ميدان عابد بكوهاي أبيه ومضى بحي أو دقال بحي أو وقتي عدق بحي مركزان مدينة كو صوها ريسان مركزان ميجي كوها صوها ريسان ميدان إسلايابي فلادو حاس صورتا لأن نبي قوا أبيه ومضى هو يوينك حاسسكي سنوى هو يوينك ومضى وازواجه ومهاته يساقنا سيداو كلا وهو أبو اللهم ومضى أبوية انك سيدا آيات داني كتري قراشا دا بس دا شيء aabahaayo baxayo imika jihadkii dagaalka u baxay hadaa adigoo inay yar amruqiyo ku sanadila aaba iska sii soco cid walaba kula yaabay saaxad hormiyad waalayn odaygu ha joogaa adigu soco marka nabi maxamed oo baxay ma haboona inay ka haraan baa ilaahay marka dadkan madiina hareeraheeda joogay wali xil gaar ah si saaran xil gaar ah ayaa si saaran oo deexilku wuxuu dhibaa ninka u dhaw qabaail dhowra jiray oo muzayna juhayna aslam اشجع غفار شنتا قبيله شنتا قبيله وحهان ددكا اد اوغ اغدو مدينه مركا ايغا علاات واي كوسي دحايس غورمدكا غلبا لالين ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي اني نفتودا جعلادان اي نفته نديغانا نعان باشا ما قبا تبا الهو طومها قفي ماله وحا لغا معاش يا دغال كان لغا هليا با الهو او شيغاي او سيده ريبودا oo ilaahay loogu dhawaarayo oo darajo weyn lagu dalacayo waxa amaladii la qabanayay jihadka laga helay faa'iidooyinki haday qowl tahay iyo haday ficil tahay iyo haday socod tahay iyo haday mowqif tahay iyo taageero intaba u fiirso dalik waxa abaabulka loogu sameeyay intana arimood baa laga macaashay jihadka koob la yusibuhum dhama'u haraadka weey qofku haduu haraad ku dhaco he mid walba jawaabta u soo qaado xagga dambe ku sugan لجوابته وحوي كتب اللهم به عمل صالح
mid walba jawaabtaasa u taala hadaad iska haraada mujaahidkaagi malaa'ik baaba haraadkaagi qoreysaba buuguba waa buuxada wal cajab badana wala nasabun daalmaynaad in socday miyu daali waaya daalka laftiisa ku xisaabsanba ilaahay qalab uu ku rakibaya jirkaaga sheegaya heerka uu gaarsiisay tacabkaaga iyo daalkaaga waa lagu qoray kutiba lahum كتب الله به عمل صالح ولا مخمصة في سبيل الله مخمصة وقاجدة قف مسافر ولي ودا قال ما يقاجودا وي قرنت ملائك بابا انت كوفا القريسه كو قرت ولا يضعون موضعا يغيظ الكفار موضع هو ظرف المكان وي ميميه حق علم صرفك مركه لا ميل اسم تاغان قالوا كعريسينيس كتب اللهم ولا قرا ديني سكوناي او قال كو سكودا دي انت سكود كو جيره عرا قالو دي gabigii suban ninka shaqadiisu waa cara kaafir macna gaal buu ka caraysiinaya carada gaalka ku qoranba oo iyadana lagu leeyay ajir baad ka heshay hadaan muumin ka naxiso ama aad ka caraysiiso dambi baa ku qoran gaalkii cadawga ahay xabadu idin ka dhacaysay hadaad ka caraysiisana ajir baa ku qoran bal ummada siduu ilaahay u kala kaxeeyay isaga ay qaano abuurtay sidaas uu u kala dhigay marka taasina way ku qorantay walaa yanaaluuna min aduwin nayla cadawgii ma gaarsiiyaan waxyeelo iyadana maxaad odhan ilaa kutiba lahum bihi camalun saalix waa loo qoray camal wanaagsan baa loo qoray waxyeelada cadowga la gaarsiinaya waa afar nooc iyo ka badan waa dhimasho iyo dhaawac anaa waad dishay qurba qudhiisaad goysay ama qoon baad ku samaysay ama waad qixisay waad barakicisay ama waad qafaalato waad adoosatay intaba qixintii aad qixisay waa waxyeelo qoontii aad u geysatay iyo qudhi aad ka jartay iyo adoo qabtayba qafaashayba afartuba waa waxyeelo intaasina way kuu qorantay ilaahay yidhi dadka nabadgeliya oo xuquuqdooda iyo xorriyaadkooda siiyey ayaa haddana tan qoray marka tanaynu raacaynaa waayo sharcigu mid waliba meeshiisaa loo eegaya mid walba waxa weeye kutiba lahum bihi camalu saalix sii wad walaa yunfiquuna nafaqatan sagiiratan walaa kabiiratan ilaa kutiba lahum xaggii hore weeye jawaabtu hataa wax yar bixiso ama wax badan bixiso way ku qoranta walaa yaqdacuuna waadiyan meel dooxa ma jaraano jaritaanku waa maxay socodku ma jaraan waxaynu isweydiinaynu idhaahnaa ninkii hebel waa kii safray inteebuu jaray gaadhigu intuu jaray diyaaraddu xawliga intay jaraysaa sidaa luqad waliba way luqadu ilaa way isku shabahayaan oo isku macno dhowyn walaa yaqdacuuna waadiyan bisayr socod meel dooxa kuma jaraan dooxyadu way ka dhib badan yihiin moogti waxay soomaalidu idhahaan buur iyo bataax ba aayar baa laga socdaa buurta iyo bataax dee sangeer baad gashanaysaa waxaad u baahan tahay culays siyaada ah marka waad ku daalaysaa sidaa daraaddeed dooxa waxa loo xusayaa daalkiisaa badan haddii iminka lagu dhaha bannaanka orod iyo haddii lagu dhahda niista iyo bataaxa dhex soco isku rafaad maaha maba carari kartidba dooxa ay ku jaraan socodna waa loo qoray maxaa loogu qorayaa liyajziyahum allahu axsana maa kaanuu yacmaluun wixii ay sameeyeen xasankiisii maaha waa axsankiisii xasan waa isbi caadi axsanna waa isbu tafdiil wixii ay sameeyeen kii u wanaagga badnaa baa loo qoray oo kii laga wanaagga badnaa miyaa laga tegay maaya horaa laga soo qoray haddii lagu yidhi kii u wanaagsanaa baa la qoray markii horena kii wanaagsanaa baa la soo qoray kii u wanaagga badnaana waa ku darmay warkooda halkaas u taagan yihiin idan waxaad aragtay waxa laga macaashayo marka la raaco nabiga calayhi salaatu wasalaam ama jihaadka loo baxo ama diinta ilaahay loo dagaalamayo loo soconayo dee waxaa soo faa'iida iyada idinku jirto sidee baa looga hadhaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka waa dhiirigelin aad iyo aada u weyn sidaa aayaadka ilaahay uu ku cadeeyey marka waxaynu ka arkaynaa halkan haddii la yidhi laga xishoodsiiyo la yidhi asxaabtii mid miyi jooga iyo mid magaalo joogaba sideebaa rasuulka looga hadhayaa miyaad u fahmaysaa innagu waynu u fahmaynaa in laynoo fasaxa kuwaa wixii loo diiday qolyaha wixii loo diiday lagu canaantay dee kuwaasun baa la sheegaya magaalada madiine iyo hareeraheedee innagu qarni dambaynu hayno 1200 sano ka dambeeyo oo dee canaantii iyo abaabulku inama haysta lama odhan kara dee waayo isku ummad baynu nahay isku hadaf baynuna isku wax baynu soconaa isku jannaynu doonaynaa isku sibaynu nebiga u raacayna canaantii ku dhacday iyagana wayna saarantay sideed nebi maxamed u khilaafaysa sideebaa wixii uu socday adigu aad u daynaysa hadday jihaadta iyo hadday dacwata iyo hadday diinta iyo hadday sabirta iyo hadday cibaado tahay kaalinta arrintii lagu canaantay reer madiina ummaddana way u taallaa had kastay joogaan
القرآن كين النساء فهمنا ويا القرآن حي وقرآن نور وقرني والآه هيستوى لها الله سدي وما داب له لها الله تحسنا وترقيب جاءت كلها وكو أبابل يا أمضى وحين كفى إذا سنة إن هل كان قفكو أنتو ضاعدك هولين ضاعده ضاعده إلهي عبادته أنتو كهولين هاي راتها سبب ضاعته كل الدنيا وراك سنة نقاق شكو دريو لبدو بوي قرين كقلبك قرن أو كقولك قرن أو كفعلك قرن لو أنت إذا بقى حتى النبي كش حسي عليه الصلاة والسلام كتاب الجهاد وضن القرن حديث الصحيحة قاليد كوتان لفتيس فرت كان فرس كان لودي يا ريب الجهاد عنستيس وح عري يا وح عبي يا كاديديس أنت والله صار يا ميسان كقيامة أنت أتكشرتها وشاع هديك يسكت يا حيوان كاد وذتي wax alla wixii ka yimid ee saxaradiisii alaabtiisii ama digadiisii lagu saaray miisaanka iyo orodkiisii iyo dhaqdhaqaaqiisii oo dhan taasina wuxuuna tilmaamaysaa kullu juhdi fil khayr ala ay qadrin madlub ala qadri istitaa kulba inta aad kari karayso waa laga doonaya marnaba laga ma dhaaf halka waxaynu ka macaashayna aayadka amar ilaahay baa dhacay adoonka liibaanay وقفك وناقنا وارك إلى هين أمرك سقاط الله ينقافه الله سبحانه وتعالى يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصم به قلبي من الشيطان